تشير التقديرات إلى أنه 20-25% من الكنديين بيعانوا من الانزعاج والمعاناة إذا بدنا من الحساسية الموسمية على مدار السنة، وخصوصا بين بداية فصل الربيع ونهاية فصل الخريف، واللي تعرف بالتهاب الأنف التحسسي رينيت أليرجيك أو حمى القش ريوم دو فوان. اليوم مع ضيفتنا الصيدلانية فاتن الغريب رح نسلط الضوء على مشكلة الحساسية الموسمية، نشوف شو الفرق بينها وبين الرشح، شو هي الأعراض، سبل الوقاية، وما هي أهم العلاجات اللي بتخفف من الأعراض. منرحب سوا بضيفتنا الصيدلانية فاتن الغريب. بونجور مدام فاتن. بونجور سامية، كيفك؟ الحمد لله. اليوم عدد كبير من الناس حتى المحيطين فينا ما حدا منا ما بيعرف شخص على الأقل بيعاني من الحساسية الموسمية اللي ابتدت. اليوم كيف فينا نعرف عنها للحساسية الموسمية؟ يعني رح بلش انه اكيد رح يكون في كتير عالم حوالينا رح نقشع انه عندهم حساسية، لانه مثل ما حضرتك قلتي 20% او 1/5 من الاشخاص عندهم بيعانوا من الحساسية الموسمية. فالحساسية رح أقول بالمطلق، الحساسية هي الجهاز المناعي تبع جسمنا وقت نستنشق أو وقت ناكل أو وقت ندقر يعني مادة، بيتصرف كأنه هيدي المادة ضارة للجسم، ومنشان هيك بيصير في عوارض، هن عوارض الحساسية. هلأ الحساسية الموسمية هيدي المادة بتكون هي البولين أو اللقاح تبع النباتات، وببعض الأحيان فيها تكون نوع من العفن بيكون سببها إنه زادت الحرارة في الطقس والرطوبة. نعم نعم. طيب اليوم ليش مش كل الأشخاص بيعانوا منها؟ هل مثل ما تفضلتي وقلتي جهاز المناعة اللي بيلعب دور، أو في عامل وراثي كمان؟ هو جهاز المناعة بيلعب دور، وجهاز المناعة فيه يكون سببه عامل وراثي. يعني في بعض الحالات أكيد الوراثة بتأثر كتير، وفي بعض الحالات إنه بيكون لا، الشخص ما في حدا بعائلته عنده حساسية ويصير عنده حساسية مع الوقت. بس إجمالا عند معظم الأشخاص منشوفه هن وصغار إنه عندهم عوارض حساسية، وقت يكبروا يا أما بتزيد يا أما بتخف. يعني كل واحد هو وحظه، هو والجان تبعه مثل ما حضرتك قلت كمان بأسره الوراثة. طيب اليوم يعني كيف منفرق بين الحساسية الموسمية أو عنا ريم أو رشح؟ في فرق بيناتهم، إنه ريم سببه فيروس، وفي عالم بيغلبته لأنه بيسموا أوقات الحساسية أو رينيت ألرجيك بيسموها ريم دي فوان، أو مثل حمى القش يعني، أو فمنشان هيك بيقولوا هيدا مرشح، او بس يكون عنده حساسية، او بيكون عنده حساسية بيقولوا عنه مرشح. يعني العوارض كتير بتشبه بعضها، بس اجمالا الفارق الاساسي بيكون انه حسب الوقت قديش وقت بيكون. يعني اجمالا الحمى او الريم بتضلها وقت اقصر من الحساسية. الحساسية بتضلها كل الموسم، وكيف تتطور السيمتوم او الاعراض. طيب شو هن الاعراض اليوم بالنسبه للاشخاص اللي عندهم الحساسيه الموسميه؟ في عنا اكثر شيء بنشوفه عند العالم، مثلا رح بلش بالعالم اللي عندهم ربو. في عالم بيعملوا ربو تحسسي، بنصير بنلاقي عندهم ضيقه نفس او سعله، او حتى بس وقت بدهم يعملوا سبار انه او رياضه ما فيهم يعملوا رياضه بسهوله. في عالم بيصير عندهم احتكان بالانف، او عيونهم بنلاقيهم ملتهبين محمرين، عندهم حك بالعيون او تدميع كثير، او حتى اوقات بيكون السائل اللي بيظهر من العين بنفكره انه التهاب بس هو ما بيكون التهاب. في نفخه بالجفون مثلا او احمرار من الأنف كمان ذات الشيء، فينا نصير يطلع سائل سيلان، سائل يعني الأنف بيكون غزير وفاتح، بيكون في تعطيس متكرر. في عالم بيعملوا وجع راس أو حك بالعين بالمنخار بالدينة،
يعني كله هيدا عوارض حساسية مزعجة، أعراض مزعجة، يعني الواحد يعني رأسه كله تعبان، يعني من الرقبة والطلوع تعبان. مزبوط، يعني مزعجة لدرجة أنه حتى الشخص بيصير مش تعبان وسريع الانفعال ومعصب، وفيه يصير عنده مشاكل بالتركيز ومشاكل بالنوم، كثير تأثر على حياته اليومية مثل الرياضة، الهوايات، حتى على انتاجنا بالشغل أو بالدراسة. يعني الحساسية ثقيلة فيها تكون. نعم، وبتمتد لفترة طويلة، يعني إذا عم نقول من بداية الربيع لأول جل بيصير بالأوتون بالخريف، يعني هالأشخاص بيعانوا على مدى 9 شهور وثمان شهور أحيانا. هلا في أشخاص إذا كان حظهم أنه بيحسسوا على كل أنواع البولين تبع الشجر والشجيرات والأعشاب والنباتات، أي بيكون حظهم يعني بدون من مارس لأكتوبر. بس نعم. في عالم يعني حسب كمان، لأنه في عندي أنواع البولين بيظهروا مثلا للشجر والشجيرات بين مارس جوان، الجازون والقش لنقول الفوان والأشياء الجرامينية بنسميهم، يعني عائلة الجرامينية بين ماي وأكتوبر. وهي أكتر شيء كمان العالم بحسسه على الأيربابول، هي بين جويلية وأكتوبر، يعني حسب عشو هني بحسسه على نوعية النبات والتغير المناخي، لأنه عم بتزيد فترة الحرارة العالية، فعم بتطول فترة الحساسية الموسمية كمان. في اختبارات يعني توسكي فابوريز إنه يصير في بولان وقت أطول، بيعمل حساسية وقت أكثر. في اختبارات ممكن نعملها ليعرف الشخص على أي نوع هو فعلا بحسس؟ مظبوط، في اختبارات. هلا اذا لقينا انه الشخص وضعه كثير سيء بسبب الحساسيه، ساعتها بنعمل له اختبار لنشوف شو العلاج اللي بدنا نعطيه. في اختبار بالجلد بينعمل، يعني مثل يعملوا وخز للجلد وبيحطوا الماده على الجلد، وحسب قديش بتكبر انه قديش بتعمل ردة فعل على الجلد، مثل حبة تظهر، قديش حجم الحبة بيقرروا قديش الواحد عنده حساسية، أو إذا ما ظهرت بيكون ما عنده حساسية. وفي بعض الحالات كمان بيعملوا فحص بالدم، إنه حسب الطبيب شو بيقرر لكل شخص. يعني إفرازات الأنف ممكن بتساعد بالاختبارات أو ما عندها اختبار؟ لا إفرازات الأنف لا، ما بتساعد، بس بتساعد إنه إذا واحد عمل تحولت، لأنه في الحساسية فيها تعمل كومبليكاسيون، يعني فيها تتحول على التهاب جيوب متكرر، مثلا بتصير تعمل مطرح فافورابل للبكتيري يزيدوا يتكاثروا، فساعتها بتساعد لنعرف نوع البكتيريا، بس مش نعم. مش للمعرف عشو الواحد محسس. عادة في العلاجات بتكون متوفرة من دون وصفة طبية، أو لازم الشخص لقى يستشير طبيبه ببداية الموسم لحتى يأمن أنه أنا عندي وصفة طبية بحال تفاقم الوضع واضطريت للأدوية؟ هوني أنا بدي أرجع أذكر مثل عطول، بدي أقول للعالم أنه سألوا الصيدلي قبل ما تاخدوا أي علاج، قبل ما تفكروا أنه شو بيكون، سألوا الصيدلي، لأنه الصيدلي فيه يوجهكم إذا بتاخدوا علاج، لأنه في علاجات نحن فينا نوصفها منا بحاجة لحكيم، ومعظم الحالات نحن بتوقف عنا، يعني عند الصيادلة العلاج. وفي بعض الحالات بنقلهم لا، لازم تروحوا عند الحكيم إذا شفنا أنه عمل كومبليكاسيون، أو إذا ما كانت حساسية، إذا كان شيء تاني بيشبه الحساسية بس منه حساسية. والعلاجات اللي بنستخدمها إجمالا هي المنتجات اللي بنغسل فيها الأنف، يعني ما رح سمي أسامي لأنه في كتير مي مالحة، يعني مي مع ملح. مي مع ملح منفوتها بقلب الأنف، بس المي لازم تكون مي ما فيها يعني ستيريل، ما فيها بكتيريا، مش بمية الحنفية. وعالعالم يستعملوا مية الحنفية لغسيل الأنف لأنه فيها تسبب مشاكل خطرة، يعني بدنا نغلي المي ونتركها لتبرد ونستخدمها. مظبوط، حتى مي إذا منقول هيدي مي من الأنينة اللي بتنشرب،
حتى ها فيها يكون فيها بكتيريا خطرة فيها تفوت على الدماغ. من هيك على طول كل المي اللي بدنا نغسل فيها الأنف لازم تكون يا أما أوديسية يا أما بدها تكون مي مغلية ومغلية لدقيقة أو ثلاث دقايق حسب وين الواحد موجود وتتبرد بيرجع الواحد فيه يستخدمها. نعم. فإذا أول علاج حضرتك أو حضرتكم يعني كصياد ليه المي المالحة هي منتجات غسل الأنف إذا بدنا نقول في عنا بخاخات الأنف الاسترويدية يعني من عائلة الكورتيزون في كتير ماركات هيدا كمان فينا ننصح فيها حسب حالة الشخص اللي عم بيعاني من الحساسية. هيدا بتساعد لحتى واحد يتنفس أحسن يحس إنه الإفرازات تبع الأنف ما كتير عم بتزيد. وأوقات كمان الفات إنه عم نعالج الأنف فيه يساعد العيون. وفي كمان المضادات الهيستامينية هي حبوب بناخدها. في منا كمان سبراي بس أكتر نحنا كصيادلة بنستعمل الحبوب. هيدي منعطيها إنه وقت يكون في أعراض حكة أو تعطيس أو سيلان أنف وما عم تتعالج بالبخاخات أو ما عم تتعالج بالمي اللي بتنظف الأنف. في كمان أطرات للعين كمان فينا نستعملها إذا كان المشكلة على مستوى العين. أوقات بس هيدي ما كتير منحبزها بس فينا نستعمل موديلات الاحتقان. نعم. وفينا يعني وفي كمان طريقة علاج بس هيدا الحكيم اللي بيقررها إنه حسب الفحوصات. في حقن فينا نستعملها لنعمل بالإيمونوثيرابي لنعمل ديسنسيبيليزاسيون على المادة اللي هم نكون اكتشفنا عشو الواحد عم بيحسس فمنصير نعمل ديسنسيبيليزاسيون أو نقص الدم. نعم. بس اللي حضرتك ذكرتيهم أو حبوب يعني حسب كل نوع. فاتن اللي ذكرتيهم حضرتك لهلا قبل ما تحكي عن وصفة الحكيم مثل البخاخات أطرات العين الأنتي إستامينيك كلهم الصيدة اللي ممكن يعطينا إياهم مزبوط. وبمعظم الحالات يعني بمعظمها بتوقف عند الصيدلة يعني منه بحاجة المريض ليروح عند الطبيب. أمتى بحاجة يروح لعند الطبيب؟ بحاجة إذا صار في كومبليكاسيون يعني إذا صار في مثلا تفاقم لنقول الواحد عنده ربو صار في تفاقم بالربو صار في الواحد إنه ما عم يقدر يتنفس منيح بحال صار في التهاب الجيوب متكرر مثلا بحال صار في صفير أو عند الأولاد حتى في يكون في أوقات تعمل التهاب دايمي يعني بهدول الحالات أو إذا لقينا إذا واحد محرور يعني انحار مثلا خاصة عند الأولاد بهدول الحالات منفضل نبعث عند الطبيب. نعم. هون كمان الصيدلي هو اللي بيوجه المريض بقول له لا أنا ما بقى قادر أعمل لك شيء الأفضل استشارة الطبيب ما هيك؟ مزبوط. نعم. لسبب مثل ما حضرتك دايما بتقولي استشارة الصيدلي ضروري ما نحمل هم ونقول ما بدنا نعذبه أو نخجل أو نستحي أو ناخد أدوية من عنا من دون استشارة. الصيدلي موجود لحتى يعطينا النصيحة اللي بمحلها. أكيد هيدي عطول أنا بحب أذكرها وبقول إنه نحنا درسنا لحتى نساعد العالم. إذا ما إجوا العالم لعنا بيكون ما إلها معنا إنه درسنا. نعم. يعطيكم ألف عافية. فاتن هون أنا بدي فوت بسؤال يمكن يكون الأخير. سبل الوقاية اليوم هل الشخص يلي بيعاني من الحساسية الموسمية محكوم عليه بكل موسم بده يعاني من كل هالأعراض اللي ذكرتيها وبده ياخد كل هالأدوية أو ممكن يتوقع ويتجنب الإصابة بالحساسية؟ هلا أكيد في طرق وقاية بس بدي أقول مش ضروري كل العالم يكونوا مضطرين ياخدوا الأدوية. يعني إذا واحد عنده عوارض حساسية ومنه زعجته فيه يعيش معه وما ضروري ياخد دواء. بس إذا صار مزعوج وعم بتأثر على حياته اليومية عم بتأثر على الأكتيفيتي تبعه ساعتها بنقول له إنه نعطيه علاج.
سبل الوقاية هي أكيد واحد بده يجرب أنه ما يظهر لبرا وقت يكون نسبة البولين بالجو أكتر شيء عالية، يعني بين 7 الصبح والوحدة بعد الظهر، وقت يكون الطقس دافئ كتير أو داشف، وقت بيكون في كتير هواء. هيدي فينا نقول للعالم أنه يجربوا ما يظهروا لبرا. إذا فيهم يتركوا الشبابيك تبع بيتهم والسيارات يعني والبواب مسكرة لحتى ما يفوت البولين من الخارج. إذا كمان فيهم يستعملوا السيستم تبع الهواء اللي عندهم بالبيت، إنه بيضل عم يبرم زيت بيضل عم يبرم زيت الهواء، يعني سيستم التسقيع أو التسخين بس إجمالا بالصوب تسقيع، بيضل يبرم زيت الهواء الموجود بقلب البيت، أو بيكون فيه فلتر لحتى يفلتر الهواء من الخارج وبيوقف البولين. كمان إذا العالم ظهروا لبرا فينا نقلهم يلبسوا نظارات شمسية لحتى ما يفوت البولين بعيونهم. وقت يرجعوا على البيت يغيروا ثيابهم، يغسلوا حالهم لحتى ما نترك هالأشياء عليهم، وما ينشفوا ثيابهم بالخارج، ينشفوا أكثر من الشافة أو بالداخل بقلب البيت لما يجي بولين عليه. ويعني بمختصر أنه لازم نجرب أنه ما نعمل الشيء اللي بيخلي ما نكون على احتكاك مباشر مع البولين. طيب. وحتى أنه حتى ما يقصوا الجازون أو يلملموا الأوراق الميتة برا، يعني ما يكونوا باحتكاك مع البولين. هيدا أهم شيء. وإذا في حدا عندهم بدخين أو ما يتعرضوا للدخان، لأنه الدخان بيزيد عوارض الحساسية. طيب في بالنسبة للمي والملح، هل بتنصحي هالأشخاص كوقاية يبلشوا بالمي والملح هيك يعني كوقاية، أو بدر نستخدم كتير المي والملح؟ إذا واحد ما عنده خاصة هلا رح خبر عن الولاد، بس إذا واحد ما عنده عوارض حساسية مش ضروري يستعمل مي وملح. بس المي والملح المشكلة فيها إنه قديش عم نعمل نحنا بريسيون خاصة عند الولاد، يعني ما منا كمان نكون بمشكلة نصير عم نأذيلهم مثلا طبلة دينتهم أو عم نأذي طبلة دينة الشخص. فمنشان هيك إنه المي والملح بدها تستعمل بطريقة معينة، ولازم يسألوا الصيدلة أو الطبيب كيف يستعملوها وإمتى يستعملوها. بس هيك إنه إذا بدي أخذ ككومبوزيشن يعني مي وملح منا شيء دانجورو، بس طريقة وهي اللي بخوف فيها البريسيون اللي عم نستعملها بقلب المنخار إنه تأذي طبلة الدينة. فمن هيك ما رح أقول لشخص إنه ما عنده حساسية هيك وقاية يستعمل مي وملح، أو منه مرشح، أو ما في سبب ما في داعي يستعمل مي والملح، لا مش ضروري. نعم حلو كتير، لأنه فعلا أنا يعني بعرف كتير أشخاص المي والملح عندهم مثل مية الشرب، شو ما حس الولد مي وملح، الكبير مي وملح. بس حبيت توي على هالموضوع. بتحب تضيفي شيء مدام فاتن قبل ما نختم لقاءنا اليوم حول موضوعنا؟ يعني حول موضوعنا ما في شيء ضيفه. أكيد أنا عطيت مختصر في كتير إلى أوجه أكبر الحساسية الموسمية. فالشيء اللي بدي أقوله عطول مثل كل مرة، بليز تعوا سألونا، سألوا الصيادلة، سألوا إذا الطبيب متوفر، سألوا يعني أخصائي صحة. بس نحن هون منشان نساعدكم ونقلكم شو لازم تعملوا، وتسهلوا علينا حياتنا براسكم يعني. صح أكيد. أعطي خبزك للخباز دايما منقول، ولو أكل نصه مضبوط، بس نحن ما رح ناكل نصه أكيد. بس إنه تكلوا علينا وسقوا فينا، هدفنا نساعدكم. شكرا لك فاتن الغريب الصيدلانية، دايما منستشيرك ومنلجأ لك لناخذ منك المعلومات الصحيحة. بون فان دو جورني. ميرسي لك كمان سامية، ميرسي كتير. شكرا، باي باي.